Yardım edin bak. Tamam. Tamam zaten. Ceren. Sahil. Rahim abi ne yapacağız? Burası yapma. Bir başı kursun diye. Selam Allah'a emanet. Kulaşın kötü var. Merhaba falan şu anda. بعد على كذي ما بتقصد ساعي برا تلقي ما تعرف عرفنا منين لا روح نهدل معاك بالأحال وصلنا عند البيت ونعد البيت
عليكم. السلام عليكم. كاش خدمة يا اخويا رحمه الله والديك؟ لا ما كاش. ارجع غدوة ان شاء الله. شمعي. غدوة ان شاء الله ونرجع. ليه؟ ما زالش عليه شوية دراهم.
بزاف يا خويا عليا، 120 دينار ما نجمش نزيد اكثر من هذا الشيء، وطولت عليا ما خلصنيش. صح عليك، صح كيما تحب يا حم والديك. تفضل تفضل، وانسى العيال اللي كنت فيها بطير. اسمح لي، راني شوية دهشان بهذه الحقالة راني فيها. ولا استدهش ما فاكش عمري ما جيت المحل كما هادو وما عندهم سنة راني فيها. اوه لحيات شنو من بالك لما قدام ما يزمكش تقولو جارسون. واش تشربو؟ قهوة بحلو. لا ليك سيد حمام تليفون ما عليه السيد حمام بخير عدوك نرجع الو
هذا الشيء خطر. لا استحوذت عليها خلاني لحظه. كما قلت لك انا مولى وليداته والخدمه تهرب مني ما مش عارف كاش الوزع. اوه هذه هي الدنيا ما زلت صغير وراك بصحتك. الله يبارك الله يبارك. اوه ما تخممش على الدراري. قالك لي خلق ما يضيع من الغدوه بزاف تاعيه وتصيب الخدمه ان شاء الله. واش راهي نسمع الخدمه؟ ايه سيد راه بلا خدمه وعنده دراري. ايش السحر هذا مثلا؟ كيفاش سيد خذ هذا الوقت اجينا غدا اصبح لي مكتب ونسد لك الخدمه. يرحم والديك يا سيدي والله يكثر الناس مثالك ان شاء الله. لا شكر على الواجب لازم من عين الناس بحالك. اسمح لي نعم لو كان سبقني شوية مالية حتى رشان ان شاء الله. معلوم معلوم شاب هاد مقدحهم لك شهرين. لا اسمحوا لي انا نروح. الغدوة ان شاء الله ما تنساش. ان شاء الله ايه قام على خير بامان الله. Le malfaiteur Fréon a été arrêté par la police. Les bijoux demeurent introuvables. Aïe, prochain coup. غدوة تفهم بركاي. وانت علاش راكي تضحكي؟
هيا سفتايا يا كلا خير يا ما هالي ما تعيشي فضك تحكي لي مين جبت هذا الشيء اسمعي اقعد وقعدين فهمك اميح يا سيدي انا قعدت هذا كليك نوع مرحبا بك شو اسمه صباح الخير سي محمود صباح الخير واش راك لاباس متشرف تفضل كنت عارفك مولا كلمه ايه هذا الخير كامل لك نعم نعم الله يبارك فيك لا لا صحه ما عندكيش انا من بعد الفطور باش نمشي لنا هاك خليها عندك هذا من الدخان المليح كثر خيرك ما نقولش لا على حساب الوقت راه كل شيء سهل يا سي كشمة الله تمسخر سي اسماعيل لا اسماعيل نقمة ولا لا لا نقمة عياش عياش اسماعيل شفت اعطيني وقتك ان شاء الله تكون خابزة ايوا عياش اسماعيل اسماعيل نزاد في 18 افريل 1918 ما زالت البركة ايه الله يبارك ما زلت الله يبارك في الجزائر نعم في الجزائر وين تسكن؟ اسمح لي ما قلت لك شيء ودي هذا الراس والله هذه الورقة راهي شوية قديمة كي حالتي احنا في عود نهج بوزرينا نهج فرينا فرينا سوى ايوه يعطيك الصحة الله يسلمك ايه كيفاش في ظنك شحال تبع في الشهر
كيف سقسينا شحال نربح في الشهر؟ يعني السومة نتاعي لك ولابد الشهرية. تحب نقول لك انا اخي شوف لي حاجة اللي توالمني وتوافقني باش نادم. ما تعرف شحال؟ 50,000؟ كيفاش 50,000؟ في الشهر. 50,000 في الشهر؟ ايه ما يكفوش. معلوم ما يكفيوش. انا انسان خدام، انا ماشي دوك الفنيانين هذوك. ايوه نزيدو لك 10. شحال يقول 60,000؟ اسمع لي التليفون. الو نعم. ايه قول لهم يطلعوا. سهر شوف سي اسماعيل، هاي 70,000 وبركة انا متلاعب. هي بدات راح نقولها لك. هاي امضي امضي قدام هدية. ايه ايه مليحة تقول شي جمل. وقيلا يا سي اسماعيل يسمك تنحي دوك الشلاقم. كيفاش بدنا نحي الشلاقم؟ ايه باش توافق الخدمة. يا اخي نعم كما تحب. مش لا لا واش تحب نقول باش نوافق الخدمة. على كل حال ملزم بدنا نشوف شنو. ايوا بارك الله فيك باش نجيب لك حوايج الخدمة فهمت؟ صح. اما لا سي اسماعيل ادخل لهذا البيت تصيب دوزان الحفافه فوق ديك المرايه اضرب تحفيفه وهي فلت. سي محمود منك بصح نحفش لها مادي. ملزوم يا سي اسماعيل. والله غير غادوني ما نجمش نحي لها طريق. لا 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 حففهم كاملين. اي صح نضحيو على الخدمه. نعم. السلام عليكم. السلام ما تفضلوا. تنقدم لك سي عمر اللي تكلمت لك عليه. ايوه ما تشرف. تشرف. ما تفضلوا. ايوه واش تقول في المساله؟ اي ما بيهاش. ولكن يلزمنا نتفاهموا على مساله، ما يخفاكمش اللي راكم طلبتوني في خدمه شويه صعبه. صعبه؟ صعبه على ناس اخرين ماشي عليك انت. ما تصعبهاش من جهتك. حرك تعرفني ما كنتروش. اذا نجحت تقبض 10% قبل 15%. بارك الله فيك كنت عارف بين فاهم. نقدروا نتكلوا عليه في كلش. تقدر تتكل عليه اما لا كيرونا متفاهمين. ادي اسماعيل للفيلا كما قلت لك ومن بعد الحق باش نعطيك الاوامر. اسمحوا لي دقيقه نقدم لكم فرعون. سي اسماعيل. نعم. راك واجد. اربح اربح. هاي انا نحينا شلاق مات. بارك الله سبحان الله. واش بيا نقدم لك السي اسماعيل سي عمر والسي مصطفى اللي راك على بالك. سي مصطفى صح. اش بيا اخزر فيها واش قلت لك؟ هاي مصطفى وصل سي اسماعيل كيما قلت لك وفهموا في خدمتهم. قام انا شيخ والخدمه بعد الحوايج. ما تخممش ما تخممش راه ما كيجيبوا كل دماغ. الله يبارك فيك سمح لي. وانا تروح لعند سي عبد الله قول له يعطيك الحوايج اللي راهم مجردين في هذه الورقه فهمت؟ ورجع لي بالخف ما تقدرش. قاول ما تقدرش. حاضر. Thank you.
شكون؟ ما نعرف. فرعون فرعون حبيبي فرعون، الحمد لله على السلامة. لا ما نظنش بلي تشك فيا. بلا شك هادو دار مابل، بلا شك. اسمع، هادي غير بيناتنا، نهار اليوم يخلصوني فيه. خلصوك؟ معلوم يخلصوك، تفضل. لا لا، تفضل تفضل. شوف، ما تقولش بلي نسيت كيف كنت في الحبس. بالباين كتبت لك بريه. ها شوف، اقرا اقرا اقرا. ما عندك زلاميط؟ زلاميط؟ رجال يا يا بالذات صعب اللي عنده بالنقشة كيما هادي والنهار طالع خالص مش زيد
بصح مانيش عارف واش من الخدمه رايحين يهضروا علي. اسمع انا باش ديني نمسح لك البيوت غير ما يشخص. سمعت شكون هذا؟ دار تطبوا عليه ويحسدوني. ادخل. قال لا ادخل يا سيدي. حل جوابي حل. هذا صوت مرة. حل جوابي حل. هي بدت هذه المرأة. شكون؟ وشنو؟ ما تدرش روحك مهبول. يسار انا اللي مهبول صح. انت عاقل هاكوك وانا مهبول صح. معليش معليش. شو هذا؟ هذا محمود جعفر الله يحفظه. أما المسألة اللي تهمك راك فهمتها. أما 10% اللي كنت خايف ما تقبضهمش راك غلط. محمود هكذا يا عمر. إذا نجحنا في المقصود 10% جعلها في مكتوبك. ما تخممش. اسمحوا لي راني طولت عليكم. وش سيد هنا؟ رأي الملك في الصالة. ها خذ البس هذه هذه. فهمت مصطفى؟ نعم. ها تفضل او ما تطولش صح. ما تنساش من الفوق اسماعيل خلاص فرعون. انا اسماعيل. راكي تسمعي؟ سمعت يا اسمي عوز قال اسماعيل. اسمي اسماعيل. سبحان الله. روحي روحي. راك هنا. سلام هذه هنا. بسم الله. اسمع من اليوم اسمك راح يتبدل.
ايه كيما تحبوا بدلوه اسماعيل خلاص خلاص اسماعيل راح إيه؟ اسمك راح يكون العرب هي بدك العرب هي قالت لي هذيك البابوله هذيك شكون هذيك هذيك اللي رايحنا في هذا البيت انا بكره في المسخير اسمع اول بس ديالك ورانا هذيك الحوايج هذوما روح ادخل لك البيت هذيك تمام غاو هذه الحوايج والمسائل هاي ادخل ديك البيت هاي غاو ليا طرنا بنا في عشرة ندخل لي نبدل حوايجي ايه اسمح لي ممكن نبدل حوايجي انا معليش روح عليك يا سيدي بدل الحوايج وغاول
ايه انت قطعة نفرك صح؟ ايوه كلمه كلمه كنت عارف لك كتلتي
قلبك وشبيك. لكن اقرأوا لي، قولي كيفاش هربت. كيفاش هربت؟ من الحبس. من الحبس هذا كان انا اقول. واش تحب اقول لك يا اخي؟ انا عرفت لهم دخلت الحياه مع اليومين وجاو معايا زوج عساسين، واحد قرص عليا واللي جا حكمي عطيته. من بعد ما عطيته قلت حنا نقول لك سامحني انا في عطيته ما عرفش وانا كملت. كملت ما كنت كملت كملت مش يعني تعرف وجيت عندك نحن هكذا تعرف من الحبس ومئة الحبس انت دقي قليلا يكثني الو الله هدي عريزة انا لك في عريزة مبقل يا عريزة حرام زيادة Thank you.
ما جيتش تفطر؟ وانا كاش ما فهمت علاش ما جيتش نفطر وراني عارف كاش هذا كاش ما فهمت حق بابا صح اه واقيلا انا ما جيتش نروح نخدم بركات اليوم بديت تحب تبطل واش علاش وصل في هذه الخدمه واش متحبين نروح نخدم في دار مهابل انا معايا هذا يا نعم جي فيه جابوا لي هذا الكوستيم هذا هذه الحوايج هذو ما وقال لي يعطوني 70,000 فرنك في الشهر سمعوني يا لاله فرعون وداوني لواحد الفيلا ما نعرف وين جات هكذاك قالوا لي باش تجيب هاد هم الفاليزه هادية واش فيها هاد الفاليزه؟ وانا راني عارف واش فيها عزيزة وين تحب نديهم؟ وين تحب نديهم؟ لا 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 ما نعرفش وين نديهم انت وعلاش انا اللي جبتهم؟ جبتهم انايا نديهم انت يرحم بابك بابا وليدي اديهم لي ايه اديهم باطل اديهم واسيهم داخل باليزة راول يلا روح نحيي دوك الحوايج وردهم منهم
قالك اللي ما هوليك لا هيك سوا عندك الحق مالي ما عندي حاجه لهاد الناس اذا حكموا اشيرهم انتوما انا اللي يهمني هو الرزقيه ما تقلقش يا سي سليمان اذا قبلنا السراق بلا شك نلقاو الشيء اللي يهمك كما راك تقول هم هلم هل ما تقلقش منذ اللي زرعوا في يدنا ما بقي الا قلنا ونخباها وهذا ما كان بصح يصير كونسان نعم ونعلمك باللي هاد الناس مع السرقه الاولى اللي نجموا عليهم متهمين بسته والى سبع سرقات واليوم راهم نكشفوا لكن هو الزقيه كيما نكشفوا كيما رصنا كيبان غير ما تحيش 50 مليون سي الكونسار كيفاش تحب لي دوك تفضل اليوم يعطيكم الصحة الشركة اللي نصبناها راهي جات نعم لكن الباليزة ما صبناهاش كما قالت لنا زينب قالت عن السيد هذاك ولينا المكان وللأسف لقينا راح وما عرفتش وين تصب لا يا سي الكونسار على كل حال الأخير كنا القبض على السراق أما الباليزة ثلاث ساعات مسك فزت ما تيأش ما زلنا نبحث عليها صار لي راني بالي من هالتهم هاتف راني عارف زين ما حكيت لي على كل شيء مالك الحمد لله ارحم والديك يا سيدي انت راجل صالح ويسمي كفيك وش الكفيك اعطيك شيك تاع 200 فرنك والان باش الحكومه تعاقب هذه الخبثاء ويبقاو مثال يلزم نهار شراع توقف تشهد عليهم كيما تحب يا سيدي الكوميسار كيما تحب هاك وهذه هديه من عند السي سليمان تفضل ليه يا سيدي الكوميسار نعم ليه ليه الله يرحم والديك ليه خبزه هيا بسلام يرحم والديك فعلا سلامة
تخدم. Thank you.